يعيشون بناحية الإسحاق في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وسط إهمال حكومي أحال حياتهم إلى مأساة متواصلة. انهار سقف بيتهم الطيني على رؤوسهم، فاستبدلوا به سقفا من سعف النخيل وخيمة خارج البيت لعلها تقيهم حرارة الشمس اللاهبة. البيت هذا وقع علينا والله، وهذا لا مي لا شارع لا شيء، وهذا بيتنا قاعدين بهالصحراء، وهاي دحج مطبخنا شلون، دحج بيتنا شلون، اكو واحد قاعد يسكنه بالديان، الظهر ما ياخذنا هاي القرفه، الظالين بيها منتهيه تعبانه، لا كهرباء لا شيء، عايشين بالضيب. يحاصر الفقر اطرافهم، فيناشدون المسؤولين بالتدخل لانقاذهم واعاده بناء المنزل الذي لا يملكون سواه ماوى، لكن مناشداتهم تذهب ادراج الرياح، فالمسؤولون في عراق المحاصصه والاحزاب الفاسده منشغلون بصراعاتهم على كعكه السلطه والنفوذ والمكاسب السياسيه والماديه، ولا يذكرون الفقراء الا حين يحتاجون لاصواتهم الانتخابيه. طلع علينا الباحث وما طلع لنا راتب، يعني طلع هذا كشف لنا ومشى، وهذا يوم صار 4 سنين ما طلع لنا كل شيء، ما جانا اي مسؤول واي شيء، من رجعنا لليوم بس بوقت الانتخابات يجون علينا، وهاي هي نسوي وما نسوي وكل شيء ماكو. بالطبع فان هؤلاء ليسوا وحدهم الذين يحتاجون للدعم والمساعده، وانما يمثلون انموذجا لما يعانيه كثير من العراقيين في ظل طبقه سياسيه فاسده لا تتورع عن نهب مقدرات البلاد، بينما يزداد الفقراء فقرا ومعاناه.